مثلا لازم تعمل فيها تيتو على سبيس بسيط معني على العمل مع الشيف وسنسار يكون ما معك تيتو عام معنا مسؤول الدولة على الأسر السبيس بسيط فكرة أول حاجة نحن نحكي معك سبيس بسيط يعني نعلم بزيط كل سبيل الياضي أول حاجة أول تسوق زي من الدوبان أسكو اليوم مش نرجو سبيس بسيط سبيل الياضي عملية وخليط لأن أنا عندي أحلى مش نشوف فيها أسكو قانونية فما منها ولا ليه وأسكو تجيب فيها ولا ما تجيبش فيها أول حاجة لما نجمو نحكيو خاطر قاعدين نحكيو على الأصل يعني نحن ونحكيو على تاريخ ولازم نعطيها تفهم من اليوم أسكو سيبون يعني التاريخ تاع السيرية تنحى وإذا نجي نعاود نرجع أحمد ساعة خير ودير واضحين ما لازم حتى واحد ينكر في أصله وفي تاريخه وفي الشيء اللي ربينا عليه صحيح نفس لي كولور نفس المطر نعطيك نفس العباية نفس المسينين ما قاعدة كل حاجة ما يخسر اللي هي سعيدة رياضية جاي يلعب فيها بابا بو وعزيز ويلعب فيها نمبر وبو وجاية دونك قدر إليه إن شاء الله اللي نعلمو بيه ما هنا لا فان سيزون إن شاء الله ما هنا العام الجاي أو بلوتار قدر تنحى ونرجعو على اسمها الجديد شايفكم عليك بدينا البروسيدور ولا سيتي كاستيون تاع جلسة عامة وعندنا جلسة عامة تقييمية نحن إن شاء الله الشهر الجاي باش نخدمو الموضوع هذايا وكل ربي يسلكوا عليها ونوفي له ماكسيموم باش نرجع لنا السعيدة الرياضية. لكن ما عندنا حتى مشكلة لا مع سيدي بوسعيد بالعكس اسم البلاد لكن ما قلت أنت ناس تربيت على وستانست نفس الاسم وهذيك تاريخ النادي اللي تحصلوا بيه على الطاب اللي لعبوا فيه شذوذ دونك اللي نعلمكم به بقدرة الله باش نحرصوا عليها اللي هنا العام الجاي إن شاء الله قدر ربي ترجع صعيدة رياضية وربينا عليها نسكن. أنت كنت أكيد على الجلسة العامة. إي وأنا كنت بستنى باش نشوف اللي كنت على الجلسة الانتخابية. كل عام نسكن الانتخابية. كنت شفت على الجلسة كنا نحكيو على الجلسة تاع المرة. دونك البيرو هذايا عملوا دو موندا صارت الانتخابية الأولى. بعد كده صارت الانتخابية الثانية. الانتخابية الثانية قعدت سنة ثلاثة وقلت نجم نحكيو على الجلسة الانتخابية. عندكم مدات وقتاش كبير. هو قانون شنو هو؟ قانون داخلي تاع صعيدة يجب يتنقح لأن أنت ما تتنقحش. قانون داخلي تاع السعودية يقول لكل عميل جلسة عامة انتخابية والقانون تاع البلاد اون جينيرال المهيئة للجمعية الرياضية والجمعية بصفة عامة تقول لكل عام جلسة تقييمية جلسة تقييمية سي فيها تقرير مالي هذا بي تو بريزونت اوز اليكتور ولا الناس اللي تتبع فيك التقرير مالي تقريبا هذا بي وجلسة انتخابية كل عميل دونك الموندا البيرو تاع السنة جا عملو عمل سيزون هذي كمل سيزون تاع السنة وعمل سيزون جلسة انتخابية الجلسة الانتخابية الخيالية هي العباد الكل قد تحطوا مع الكوباج ويشوفوا كيف نشوفوا نحن الريزولتا امبارح شفنا الريزولتا وخلص نحكيو على الريزولتا تاع السيدات على الباج فيسبوك باج فيسبوك ما عرفتش تحكي لها مع الخليل لما هبطنا ارتيكل على 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 يعني على في جريده الجرايد لكن العباد ما يسمحوش ما شافوهاش حكيو على الشمسيه الفازيه قلت لها فيها نصف تحب ولا تبع وعندنا قهوه في الشمسيه وعندنا القهوه الكل تم اشبه الجلسه الانتخابيه الخليجيه مش صباح لها حد صار بالعمل حتى بالعمل فما عباد كانت تنهي باش تطلع في السعوديه وتحط روحها تحط روحها في المونديالات وتتصاور وكذا صارت جلسه انتخابيه تو انتخبنا والبيرو تاعهم طلع ماشي هي حكايه هذه دونك هذاك علاش حكينا نحكيو على جلسه انتخابيه انها تسير ونعرفوا دار يعني تكون دار ديفيزيونير قبل حتى نحن جماعه الرجوع نحبوا الناس علينا نحبوا نجوا نصوروها ونعملوا ريبورتاج عليها ولا شيء سي انت تعرف وانا نعرف انا تو نعرف شيء تو حاليا انا ما عنديش تعرف وانا نعرف الناس تعرف في جلسه العامه تاع السعيده الجبريه بليز الله البيت كل سنه في البيت فما قانون فما قانون تو بارتاج لا لا سونتي جينيرال في تجارات عندك جريده عربي وجريده سوري وتعمل في مقر جمعي نحن مانيش مخافين من قانون دو دو انت تقول لي فما ناس حابه تروح فما ناس حابه تشد نمشي معك بعيد خلينا نجيبك على الموضوع من الدنيا انا مش عارف نجيبك مش اسمع عبيد ما عرفتش نقول لك عليه جاوب هو خلينا نجاوب على الموضوع ديك انا مش بطل حاجه فما نور بتيت مش عارف نحكي لك على الموضوع هذا مش عارف نحكي على المواد الماليه وكل موضوع عظيم بس انا كنت نجيب نحكي عليه ما عرفتش نحكي عليه مش حاسس الموضوع ما نعرفش مش كنت جالسه انتخابيه سادة ولا جالسه انتخابيه شادة اذا اليوم فما سيدي بوسعيد يحب يجي يشد السعيدة ويعاود الصعيدين والله العظيم اقسم بالله اون بري بور لي سي لو كلوب العباد تستحق هاو يو مش نستناش اذا عبد يحب يعاود الصعيدين يحب يجي يشد رئيس وعنده بيرو منتخب يحب يخدم يا خويا حتى مش منتخب يحب يخدم مليون عطيني له جمال يا سيدي انت تعرف نعرف اللي حتى حد لك تجي تقدم
ومن غير ما نحب نشكر حتى حد وما نسمي حتى حد، تعرف اللي شادين توا بيرو صعيدية شنو لي ساكريفيس اللي عملوه وشنو الفلوس اللي عطاوهم وشنو الناس اللي قاطعوا عليه، خاطر انت تعرف الناس كل تعرف اللي حتى حد اللي قاعد يعطي في دينار صعيدية ابار اللي شادينا توا بالرئيس برئيس شرفي بدين بالرئيس الناس اللي قاعد تعاون حتى حد اللي قاعد يعطي صعيدية. واليوم مش الناس مش اللي خبال اللي يحب يعاون مش حاب يجيش صعيدية والله العظيم اليوم خلي بالهم وان شاء الله تنجح هكا. علاش؟ علاش تقول لي في فما شكون يحضر فما شكون الناس كيف تبدا في جلسه اللي خبال؟ اذا انت تقول لي فماش فيسبوك فما مشاوريه فما حكومه فما اللي تكون نعرف بعضهم معناتها ليش الناس تسمع هاي الشيء اللي خلاص صح؟ ما نشوفش حاجه. انا نحكي انا توا الناس انا جاوبت كنت قاعد انا نجم نكون نعرف اما نحكي لك انا الناس ما نقدرش نحكي برشا الناس يقول لك ريت باع حسابك حساب ريت باع حسابك وش بلاش زي كلمة عبيد لو انا توقع عن طريق في حاجات وقلت انا نعرف حاجات اي لقد انا توقع لازمني نكون على اساس ما نعرفش ونص بالكلام اللي انت عبيد شو على طول كما انت توا عطيت الفرصه مش نص بالكلام ومش تحكي مش بدك تقول الناس الكل حتى لو احنا معطاها زمان ايوه انت توا قبل ما نحكي عن الميزانيه تقسم مش نقسم هنا تعطينا هكا في اختصار علاش نقسم ميزانية سعيدة 60% موارد البلدية عن موارد الدولة ما بين الأموال العمومية من تمويل الشباب والرياضة من البلدية الدولة ما بين شريك الجيش اللي هما 60% و 40% هو مجهود تاع الناس اللي تعاون 60% فلوس البلدية تعطي 350 مليون أنا قاعد نشوف التقرير من لبنان تاع البلدية واحدة ولا البلدية؟ البلدية شريك الجيش 150 مليون والباقي بما قيمة 120 مليون هي موارد خاصة من تعبان من الاستحصار من السيفونسيون من جهود خاصة من شكون الناس تحب سياسة صعيدة من بيرو صعيدية حاولوا نوفروا باش نبداو واضحين راهو ماهيش ساهل وراهو البيجي نتاع الجمعية يتطلب أكثر والصعيدية اللي هي عملية الأجزاء الثالثة قبل نديرها ريس ثالثة واللي امبارح بالمناسبة نهنيو الناس كل اللي حتى رش الحمد لله الحمد لله رانا نحاربوا في جمعيات حطيتش أول مرة في سعد ياسين بوزايد وآخر مرة رحت الدرجة في نهائي البطولة عام 2010 آخر شعب الناس في السعيدية عندنا 7 سنين من قبل الثورة السعيدية ما نحكيش على رش دونك إذا عندك فكرة عن البيجي تاع الجمعيات اللي نحن بيزوموها نحاربوا فيها نادي رادي سبيرسي الترجي رادي التونسي ولازم يعني ساحل أقل واحد بيجي نتاعهم في الفولي مليار إذا صعيدية 250 مليون وماكسيموم 300 مليون نوصلوا باش نهزوا ستات وباش نربحوهم وباش نكلاسيو ما بيناتهم سي ديجا نكسبو مي البير والجوارات وأهالي المنطقة كلنا نجمعوا باش نلعبوا عطيت الواد وكلنا نجمعوا باش نرجعوا صعيدية تهزتي الواد وشنو نبيعوا فقط أمريكا ما يقول لك يا سيدي والله العظيم سي دو كيستيون دو ريسورس فينونسيير رانا بعد عندك علاش نحن بطل المنطقة اليوم سيدي المسلمين تقول لي اليوم باغ اكزومبل الميزانية تاع الفوتبول يقول تاع الجمعية 53 مليار أقل حاجة فيها السعودية تقول تحاول 56 ميزانية بالريزلتا تاع النيرو يعني حاجة هيك ياسر علاش بقى؟ أن بوان من فينال كنت تريس تحب تزاد تحاول علاش اليوم؟ علاش اليوم؟ فما ديما نحكي مع السعودية فما مشاكل مالية صحيح حقيقي اسكو اليوم فما عباد باش يكونوا بالكم دي ولا تو انت تشوفش عباد ولا شنو هي المشكلة؟ طب باغ اكزومبل لي سبونسور نعرف في المغرب كل سبونسور اللي شكون هذا؟ سمعنا عندنا كوكاكولا عندنا كينز عندنا ميا كازا وعندنا ما نكذبش عليك راهو كل واحد ياخذ حقه السنان بصفة خاصة برشا محلات سيدي بوسعيد برشا محلات قهاوي الرجال اللي عندهم تاع الصناعة التقليدية عاملوا صعيدية ما نحبش نقول سين مش بنسى حتى حد من القهوة العالية للكوست للكافيه ديجا اسمها للكينز برشا محل تجاري في سيدي بوسعيد دايما عاملوا فيه السنان بصفة خاصة رجال أعمال أنا اللي نعرف مين يحب وسط رجال أعمال نعرف مين يحب وسط رجال أعمال أنا مش فرق حاجة أنا نحب وسط رجال أعمال نعرف شو فرق شو المشكلة انه نشوفوا باغ اكزومبل نحكي اون مليون على 5 اون دافير في سيدي بوسعيد عندنا 100 اون دافير سامحني خلينا نحكي لك خلينا نقول لك 5 انا عارف 100 اون دافير بدات نعرف كل 5 فيهم خلينا نحكي الخمسه هذوما حبيت نسال اسكو قاعدين اسكو شفتوهم وقالوا لكم ليه اسكو علاش اليوم علاش اليوم خلينا نسال علاش فاهم
يعني ويوسف يمشوا لشرحية الكبار يعني تمشوا لشرحية الكبار ما يمشوش للسعدية مش هم حطوا يدينا مش جينا لهم قالوا لا ليه صدقني ما خلينا حتى نبدا نتفق مش عارف وهم يسمعوا في اذا فهم رجل اعمال ولا رجل ما يسمعوا بسيدي بصعيد يقول لك ما جاتناش الصعيدية وطلبنا مش يعاونونا حتى كان مش عاونا سبونسر والله العظيم راهو ما خلينا حتى نبدا نتفق اللي وعد وعليش وعليش قال فما شنو وعد حنا زاد معليش فما شنو قال ما نجمش توا وفما شكون ما يحبش سبحان الله علاش علاش تحس رايك انت علاش باش نبدا واحد بغيت اسال جماعه جديده في 2011 سيرو بيت صوت بعد الثوره سيرو اسبوع باش نسمع صوت حتى جماعه الكره كي صعوبه راك تشوف في الاسبيرونس في الدار في الكلوب في السيرو مي من 2011 ل 2017 إذا نوصل نجيبوا في 100 مليون 120 مليون في العالم راهو ربي يعلم باش غادي ندخل بالحق ربي يعلم سي فرح سيل باش تلم فلوس ونشكر شكر خاصة سي قالة تعطي مي ما خلينا حتى مي ما تلقيناش عليه ما نحبش نسمي مي لازم نسيب كيما سعيد الكل مشينا لهم ودقينا عليه فما حاجة اللي إن شاء الله كانت تتحقق باش تربح سعيدين باش قاعدين في العالم الجديد اليوم دوا مشكور مع سيد رئيس بلدين من البروفيسور سيد اللي قاعدين نطروف اون سوليسيون داكيرير دو نوفو كادو بيبليسيتير موارد الملاح تدخل بدا سيدي بوسعيد ما ان شاء الله فان بارتي مهمه باش تعاون من داخل قناه السعيدين هذا قاعدين يشتغلوا عليه بصفه اولى بصفه رئيسيه بلديه وبصفه ثانويه صعيديه قاعده تحاول زاده باش تعاين لي سبونسور لي جون انتريسي باش تجيبهم بور اكيرير سي 4 ولا 3 لو هو بانو بليسيتي سي بوسعيد باش تدخل موارد هامه البلديه اللي تكون فيها ان شاء الله بارتي مهمه في الصعيديه سي بوسعيد واضح هذا باش يربح احنا برشا في برشا حاجات بالنسبه عن التليكوم نستنى في الفلوس اللي عندنا ما نعرفش نسكتوا زادكم الفلوس مازال ما جبتوش حتى فرنسا التليكوم يا سيدي شكون اللي كيفين ولا كي سيري كنا مع كل بي دي جي وانا سيري بي مشينا قبلنا البي دي جي انا وسي خليل شريف قبل ما نروح رئيس بلدية اللي كان نائب رئيس الصعيدية هنا انا كور اللي بي كونترا كيستيمي اللي الصعيدية باش تحط سبونسور في المليون في الصالة اونور دو لاسال معناها اونور دو لاسال يبي بريسك متفاهمين على كل شيء وانا كنت نستنى كونتاكت معناها سوبونسيون صح سعيد سيدي بوسعيد وتليكوم و متفاهمين في كل شيء جي خذ الكاسيت جي خذ لي ديمونسيون تاع الصالة تاع الواتساب و اليوم ممكن نبونس استنى بيهم انا رونسي با مال دو فوا مي اليوم نستنى اون اسبير ان شاء الله مع رئيس مدير عام جديد 19 ان شاء الله يكون يكون فن منهم بعد خاطر كيما قلت لك كونتاكت مش خايب هام للصعيدة دون بار التونيزي تيليكوم اون تري كرون فيزيبيليتي مهم ياسر في بلاد وفي فيلاج فيه بلوس كو 2 مليون دو باساجي في العالم سيدي بوسعيد دونك لي دو بارتي لي ان شاء الله ربي يسهل مازال نستنى ما فما حد شيء هو لي سبونسور اللي صاروا اللي حكوا لنا هو الكل لكن راه في عجز التعديل وقت ما فماش ما فماش ان سبونسور يعني كبير يس علاش حتى سبونسور يمشيو لهم سبونسور صغار يدخلوا ما نعرفش ما نحبش نعاود نسميهم سبونسور صغار يدخلوا لكن المهم سبونسور كبار كبار علاش ما نمشيوهمش الا سبونسور كبار ولا الا سبونسور كبار مازالوا ما عندهمش اللي يعطيوش للفولي بول ولا ما يعطيوش المشكله مش في السعيدية المشكله دو ان الفولي بول ودو دو بلوس او موان لي سبور كي يكون فابار فوتبول علاش الفوتبول يتعب كل جمعة في التلفزيون يتعب كل جمعة في لي زيميسيون سبورتيف الكل يتعدى حتى البر علاش انا اوني سور سور شامبيونارا دي سبور رساله بن سيدي بوسعيد السعيد هي السنه 2018 اول مره في التاريخ باش تشارك في البطوله العربيه تو قاعدين نحن نميز برشا البطوله العربيه خاطر باش تعدى في الوطنيه وباش تعدى ان شاء الله في بيين وكل شيء خاطر باش يجي سبونسورين دو نيفو دو تري بون كاليتي وقاعدين نخدموا عليه نرجعوا حكايه سبونسورين ليه انت باش تمشي كرون سبونسور في جمعيه فيها ساعه كان فولي في جمعيه ما تشوفش ما تعديش في التلفزيون وفي جمعيه تحب وديك راه مازال باش تسوي دي كروات بور نو با دير امبوسيبل ساي برشا علاش توا الباسكيت تتهرب علينا؟ الباسكيت ما تشوفش تتعدى في التلفزيون كل جمعه نحن حتى عندنا نعطيك ستاتيستيك معناها
أربع ماتشات في العام كامل تاع ديو تلفزة. تصوروا شامبيونا كامل فيها 100% ماتش، أربع ماتشات، فينال شامبيونا ما تعطيتش في تلفزيون عندنا. فينال شامبيونا دو تونيزي، ليسبيرونس في إيطوال. دونك إذا شارنا تولي فولي تبعد، وتولي إذا يسير تحسن ولا تولي تلعب مع شامبيونا ولا عدو. وقتها الناس مو ريسبير في جرون سبونسور كيما تقصد لي دي كونتراك باري يفرجوا الجماهير وتخليهم تلعب عطيك فويل وتخليهم تجيب جوال بكاليتي. لو تو بتوا دولار ودورو ارخص جوار تجيبه من برا ارخص جوار يكون دو كاليتي 40 مليون دولار 40 مليون دولار 50 مليون دولار هذوما اللي باش تخلص تخلص جوار وتخلص لي فري دو ترونسفير تاع الفيدراسيون فيدراسيون ناسيونال وتسكن وتوكل كان نحكي على 180 مليون 170 مليون 200 مليون اللي هو بيجي جمعي بدي دوري جلسة تقول بلي صنع تنشي مو في تلسة فلنحن مدى جلسة تقول لي انت عطي الكور قلت يعني نعمل الفرق من هذي بيجي لعبي تشوف سيتي بخمتوش يعني سيدي موسيقى اليوم اسم سيدي موسيقى بكا يعني ماركتينج علاش يعني تخصو كان كان التلفزيون خدوش عنده سي سبونسورينغ مركز على انه سيدي بوسعيد يعني باغ اكزومبل تو حكيتو عن البانو نورمال لي بانو هذوما باش مش تستخدمهم لي سبونسورينغ دونك باش تستخدمهم لي سبونسورينغ اسكو لي بانو هذوما يعني باغ اكزومبل تكون شي سبونسور كل ما تشوف بانو في سيدي بوسعيد بالك كيفاش تخدم سيدي بوسعيد هو البانو راه ما داخل نتاعو البلديه سيدي بوسعيد فهمك وفما بارتي مهمة فما تسهيلات فما تسهيلات نورمال نوم من البلدية والسلبية خاطر الناس كل تعرف ليس بوحوزية عجبية عجبية يعني تجيبوا يعني كوريونس بيناتهم وما تصورش حتى سيدي بوسعيد باش يكون يقول لك لا يا سعيدي لا انا متاكد بلي ما نكونش 100% 90% من مواطني سيدي بوسعيد اللي يحبوا سعيد ولا يحبوا سعيد الفوق في استراتيجية جديدة نتاع جمالك كيما قلت لك التسهيلات والثقة الموجودة بين البلدية والسلبية On a basé notre stratégie marketing et communication à la quête de l'homme. Nous sommes arrivés, قداش وقداش من الوقت؟ هو من الاول ما اختاروش حس البلدية تعطي ابري دونتري يعني البلدية تفضل يجيو ثلاثة مرات تعمل إذا ما جا حد تصير فورمي أخرى إفكتيفون البلدية حطت صورة والله المنصومة عالية برشا جاو خدام كريم تشارج وما جاو حد فوت توا اش تعمل البلدية بالتنسيق مع وزارة التجهيز البلدية خدات الكور باش تحل لو مارشي واللي يعطي البري اكثر هو اللي ياخذ المارشي جاو لي سوسيتي المختصين في التصوير خاطر هذا البانو خذوا لي كاري تشارج يزون ان ديلي جوسكو 1 ديسمبر فهمتني باش كل واحد يحط في اكثر هو اللي ياخذ حسابين اعطيني حسابين السنين قداش عمرو والله لا نجم نعرف حسابين خاطر ما نعرفوش قداش البانو وحسابين صعيديه وتطلب البلدية اللي بصح تقول البلدية هذاك مش عارف يستعد باش نقول لك 2% 20% هكاك 20% ما عنديش بالك البلدية واحدة اللي صعيبية باش يكون عندها نصيب باهي من البانوات مي باش نقول لك قداش ما نعرفش في البلدية ايش باش تخدم عليها ولا دي بريمي ديسمبر هبط ربي في ستار ديسمبر ولا فان ديسمبر يكون البلدية عطات المارشي هذايا سوسيتي معينة وخذت البار تاعها وصيديه باش تاخذ بارتي. احمد عمناول صارت مشكله صغيره بين يد الخصوصيه والصيدي. على اساس انه هو يعني رئيس نادي الخصوصيه قال ما ثمنش فلوس باش نعطيه وقت هدرش هدرش. اسكو الفلوس من بعديك كي شاد رئيس نادي الخصوصيه جديد جات في الوقت اللي تحبوا عليها انتوما والا زادوا يعني اللي كانت موجوده منها الفلوس هي وشنو هو المشكله بصفه عامه خاطر وصلت بشيء في قناه حنبال ومشاكل داخليه بصفه زي تخرجت شويه يعني خرجت من الاداره شويه شنو هي المشكله مع ما نحن ما حكيناش فيها نحن في الراديو ما حبيتش ندخلوا فيها على خاطر ديما ما نحبوش اليوم ما نحبوش ندخل بين ولاد البلاد وانت تعرف شيء تعرف اللي فما مشاكل حبوا يدخلونا فيها ونحن ما حبيناش ندخلوا فيها شنو هي كانت المشكله بصفه باختصار باش نقدروا نحكيوا على الجن التقبيله الصعيديه تعيش ان بورسونتاج كبير ياسر من ولد البلديه وولد البلديه حق صعيديه قانونيا
المشكلة اللي عانيو عادينا بريسك سيزون كامل البلدية ما حبيش تعطينا فلوسنا. دونك احنا في السعودية فرنشيب الناس ما تعرفوش السعودية عايش في مينيموم 40 عائلة ما بين جوارد ما بين عاملين في القاع ما بين مدربين مش بنوصلوا 40 عائلة. فالسينيور وحدهم سيدي 22 مدربين الكنزين اللي يخدموا في صالة 3 ولا 4 هذا 40 عائلة مش تفضيل. دونك ناس تخدم على روح يجي ترين يجي يروح عايش في عائلة اللي عنده صغير عنده مرحب وكذا حق الناس هذا الكل عارفين. الاشكال وين الاشكال اللي فما موارد للجمعيه ما حبش تتسبب. علاش؟ علاش ما يعني وقت اللي شد رئيس النيابه الخصوصيه جديد الوقت شد رئيس بعد قضيه تصدر الفلوس بعد ساعه شنو واضحين في كي تحركوا جات بارتي صغيره من الجمعيه وقتها جات قداش؟ 20 مليون من قداش؟ من 70 من 70 70 وقتها قبل ما يمشي السيد رئيس النيابه الخصوصيه كي جاء السيد رئيس النيابة جديد عطانا فلوسنا وحتى سنة ديبي سيزون الحقيقة مونا أمريكا بور لو مومون فينونسيرمون والحمد لله سبتمبر أكتوبر نوفمبر جمعية أمريكا الناس الكل خالصة وتاخذ في حق كل بربي حرام يعني من اللي جاء الأمور الكل رجعت لبس عليها خذينا معناها هي فما ترونش ناخذوها قبل الجامي فما ترونش كبيرة ناخذوها في جامي ترونش اللي ناخذوها قبل الجامي هي الترونش كيما نقولوا 60% من البلديه و 40% لي سبونسور يقبل الاسعار الحمد لله لي سبونسور يقبل الاسعار صابوا لنا فلوسنا والبلديه خذت الترونش اللي خصني ناخذوها فهمتني اللي تغير هو سي دو كيستيون دو تايمينغ انا المشكل اللي كيما تخلي جوارات واداره جوارات وبيل وعاملين في الصاله يخدم 3 شهور و 4 شهور يسالوه مش كيما كل شهر وشهر يصبروا شهر يصبروا شهرين لما توصل 3 و 4 شهور سانفيونس دي ريزولتا سانفيونس الجو العام سانفيونس سيزون في المدة السيزون الجديدة كل شهر وشهر وريم ولا باس كل وريم هذاك حتى نحن تبارك الله نشوف في الريزولتا و هاك شفت معناها ان شاء الله نكملوا هذاك سيت ان اكسبلور البارح بالنسبة للاكاديمي نعرفش شكون الاكاديمي تجي الجو بالنسبة للاكاديمي قداش فيها من موجات يعني قداش فيها من صغير وكل صغير على قداش يخلص الاكاديمي بيرمانونت عندنا تقريبا 80 صغير 80 صغير والصغير على قداش؟ فما صغار يخلصوا وصغار ما يخلصوش في الظروف اما تقريبا 25 دينار اون توتال تو قداش تدخلوا منها اون توتال؟ في كيما نقولوا في الاكاديمي سي اون اكاديمي با بريفي سي با اون اكاديمي بريفي سي اون اكاديمي باريني با لو كلوب اول حاجه والاكاديمي المدخول تاعها ونخلصوا بها يخلصوا الممرنين ونزيدوا بها ناخذوا ماتريال سبورتيف باش نعاودوا نجهزوا للتكوين. اي اما نوفا ما قلتيش قداش تدخل لكم قداش نجموا نقولوا اليوم فيها فلوس. دخل لنا دون 1200 1300 في الشهر. في الشهر فما اشهر يجيو الكل يخلصوا فما اشهر غيابات. انا الامتحانات في غيابات. اما الحمد لله ما عندناش ألسو أوتو فينونس أنت جبت عشاري نرجع لك أحمد سامحني عندي نسيت في كيستيون توا الشهري بصفة عامة يعني ستاف تكنيك وجوارات ونعرفش كان إدارة يعني فما شكون يعني اسكو تخلصوا شكون اليوم فما يعني عندكم ستاف أدمينستراتيف وستاف تكنيك وجوارات في الشهر قداش الكل في الكل؟ خلينا واضحين شكون يخلص السعودية؟ جوارات ستاف تكنيك واللي يخدم في الصالة أنا سيادة رياحي سي حمد البوسكي تسمى تبعين معلش هي بلدية بالظروف خدمة الإدارية تتسمى هذاك علاش قلت لك توفر لنا في زوز خدام السعيدية اللي هو قبل الثورة كانوا ستة بما أن المونك هذاك تكفل به جمعية يجي يكون يخدم في السعر في الإدارة في الفيليات في الكور مسؤولين على برشا حاجات دونك اللي يخلصوا هما جوارين ستار تكنيك بالسينيور وبالليجون والعمال نتاع الصاد البيتشي مونسويل نتاع هذوما الكل سا فاري اونتر لي 22 و 25 مليون بار موا بار موا بار موا ابار لي ترونسبور ابار تونيات ابار ليكيبمون ابار لي سونسيت معناها نحكي شارج فيكس خلاصات اونتر لي 22 و 25 بار موا 100 مليون واضح نرجع لك نوفو دونك إذا فهمنا الأكاديمية أو موا على قداش يعني الدخل حاليا في الشهر. باهي عملناو سالكس بلا يعني في الصغار بك الله دوبلي
بلاتي تمشي بكل فرحة تدوبلي اداني احمد اخر 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 صغار هزوا مع السعيدية 77 اداني 77 هذوكم اخر صغار هزوا مع السعيدية اداني في الاواسط دوبلي في التاريخ 77 دوبلي وفي الاواسط 2004 2004 كادير اواسط اواسط كادير في 2005 قبل فما 2004 كادير و2006 جونيور 2004 فما كادير 2006 كنت تتوقعوا عمي باش تهزوا الدوبلي ولا قلتوا هاي خنكونوا صغار كي وصلتوا للعيل قلنا لازمنا نشوف على الدوبلي تاع عمي مفاجأة 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 في مش مفاجأة في البلاي اوف امنا بروحنا علاش خاطر خدمنا خاطر الفولي بول سي ان سبور ترو سبيسيفيك الفريق فرق الاخرين اللي معنا اقوى منا عملنا على ديسيبلين جروب ديسيبلين جون ديسيبلين جروب هذا خدمنا بلو سبيسيفيك فهمني وخدمنا خدمنا بكذا جات النتيجه و فضل ذا يقول يرجع طوان برشا من الناس لكن الناس الكل ما تنساش من خدمتك انت وكان الممرر نتاعهم مراد تبيتي و مش خدمة خالد واحد ولا خدمتي انا وحدي ولا خدمة سي خالد ولا الخدمة هي خويا في المشاكل في, 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 في المشاكل نجدوا الاسامي على الاقل خلينا في الفرحة نجدوا الاسامي ونشكروا العباد شكون العباد اليوم يرجع لهم الفضل في, 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 في اليوم مش صغارنا وصلنا نجمو نحكيو هزوا دوبلي وقعدنا كل سنين نتمنوا زاد يكملوا يهزوا ويقعدوا يكملوا يهزوا شكون يرجع يفضل مش دوبلي عملناه ويزلنا نهزوا دوبلي خدمنا باش نهزوا دوبلي علاش باش نرجعوا الثقه ل 96 خاطر الولاد هذوك نهزوا دوبلي عملناه وبيتهم كل لعبوا فولي في اللي بو هز دوبلي قلت لك سيدي سيد راهي ورثه كيما سيد احمد لعب هو لعب عمو لعب معناها ورثة سعيدية المشكلة هو أنه رجع الثقة للكرة الطائرة في المنطقة كاملة احنا الدوبلي عملناه عملنا إلى دوبلي لو نومبر دي ديسونسيف للجمعية هذه حاجة الدوبلي خلينا نخدموا دون توت لي كاتيجوري نخدموا على النتائج وعلى التكوين السعيد ودوبلي خلينا معناتها نحلموا باش ترجعوا السعوديه كما كانت قبل تجي اليوم جمعيه كبيره باغ اكزومبل كيما ليسبيرونس ولا ليتوار ولا سفيقس تحب تجي عجبها واحد من ولادنا تجي تحب تشري اليوم السعوديه تبيع في العمر هذايا في الصغار نحكيو تبيعوا ولا ما تبيعوش؟ السعوديه تبيع وقتاش الجمعيه الفريق يبيع؟ الفريق يبيع كي يبدا عنده لاعب بركه في الفريق اما كي يبدا فريق فيه في 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 النوايو تاع الفريق ليكيب عندك اربع خمسه جولات جمعيه نتاعك تولي تلعب على زاد عطيت لك كيما الدرجه وتولي الموارد تجي وحدك النتيجه تعمل موارد سعيدان 2011 لليوم 2011 لليوم من بعد خمسه جولات اللي ناكدوا لك اللي في الخمسه سنين الجايين اذا سمعت سعيدان باع جوار من ولاده ولا من ليكيب سينيور عمل قول ايجا قول يا احمد راك علاش السعيديه انا من الجمعيه تتعدى في ساعه في جمعيه بعد التمرين جمعيه عندها اوبجيكتيف اللي هو من هنا للعامين ثلاث سنين الاخرانيين باش تلعب بعد تيتوات وش قلت لك انا باش تستي تيتوات دونك من الجمعيه نرضى باش نقعدوا مخلوقين نرضى باش نطلع ونعطوا ما نرضاش نبيعوا جوارات في السينيور وانا 5 جوار ولا 6 جوار باش نجيب الشيء معي جمعيه الحق البابا لهذا مزلاتي حمود الشناوي الملي والحمزه الرزقي هم اولادنا تولي ثلاث اربع سنين معانا العبيد الكل وناكد لكن احنا نسيبوا الباب للبيع والشرايين كلهم مشوا جمعيه كبار مو جمعيه ايجي جمعيه كبار ما استراتيجي نتاع الجمعيه اللي نحنا باش نكونوا جمعيه باش تلعب عليك الولاد ومهما يكون الصوم شاتي ولا اي جمعيه اون بي ابري باش نسيبوا الولاد علاش؟ احنا جمعيه باش نحاربوكم نهار اخر باش نحاربوا الكبار مش باش نعطيكم مصلحه تحاربوا الهديه قلت باه انت جبت على السينيور قلت باغ اكزومبل فما دي جوا سوستيبل باش يبيع فما لاعب كريم البريمي اسكو باش فيه البوم تاع كي بدا عمره يفوت 28 في السنه دي نجم يمشي على روحه مشى للسي اس اس هو هذيك مشكلتنا الكبيره اللي نحن كريم بريمي كان جاي موجود في الصعيديه يعاوننا برشا سيتنا جوار اكسبسيونيل سيتنا جوار تنجم تبني عليه مي فما قانون تاع البوليه يوصل 30 سنه ولي ليبر
دونك الى بلي لو شوا داري فير لو كلوب دي سي اس اس وانت تعرف في سي اس اس جمعيه كبيره ونحقوا باش يحصلوا غايد صار خلاف خاطر وصلنا مع نيغوسياسيون باهيه برشا وبراتيكومون اللي باش يخدم في سي اس اس كان باش ياخذ براتيكومون كيف هو صايدير الى بلي لو شوا باش يمشي سي اس اس ربي يوفقه مي نحن رانا ما نسيبوش ولاد هو القانون تاع البولي فوق 30 سنه يمشي للجمعيه لا ليبر يدوفيان ليبر مي نحن كايبين وانا في انفستيسمون شنو بالفلوس وكيما نفعلوا هذا مستعد يجيب لنا ان جوار عندنا 22 سنه سي ان جوار دو فيتور اون اي با بريف شي سيبولي هيدي من عجلتي ولا في كارتاج ولا هيدي من عجلتي ولا في كارتاج هيدي من تسلك شكل هيدي من عجلتي هيدي من عجلتي طلع لي سينيور من يوم كدي و سي ان انفون تربي ياسر خدام وعملنا له حتى في الاسبيرونس وماتش تلفزيون بالعرب شفناه وين المشكل الاشكال اللي هيثم يخدم ويكمل خدمته كل يوم مع 6 تاع العشاء والاكيب سينيور تاعنا الاربعة حاولنا راه ما عندكش فكره على المحاولات اللي عملناها مع جمع مع الخدمه تاعو باش يسيبوه اوموا ساعه قبل الوقت باش يجي يترين ما لقيناش رد من دونك قلنا احنا ما نظلموش اللاعب وهو حب راه مشى لكارتاج بالحاح من اللاعبين فهمتني ياسين باش ياخذ فرصه باش يلعب عام مع كارتاج باش يلعب نوترون يفايت كومبيتيتيف وان شاء الله بكره ربي عامل مشى بري راه ما سيبنيش بالكل مشى عام بري عم جاي جماعه تسترجع وان شاء الله يا ربي دي سي لا نلقاو حل ما بين خدمته وبين الجمعيه ما نحنا ولدنا وما عاملين عليه ومشى باش يحسن من روحه هاي ثم سنين كان يقعد يلقى بلاصتو 14 مي مش في بلاصتو سعيد بالسبعة برك كونتر طلعنا بوعشير طلعنا محمد جبالي هذوما لي ديسبونيبل بوعشير اللي في دينر بروغري طفل عندنا يومينين سنين بروميير اني كادي هو محمد جبالي يزون انتجري الكيب سينيور وقاعدين يتحسنوا وحتى المدربين فخورين بهم برشا قاعدين يعملوا في كاريد دو بروبليسيون بيس اسكيل تاع عجرودي سي كو ما يلزمش يوفق ما بين خدمته ولونتيرمون علاش كارتا سنه سبعه تاع لي دونك يجي يترنا كل يوم يجي يلعب خذ الفرصه باش يلعب في ليكيب لونترون يبا كومبيتيتيف قلت ربي يمشي نسترجعو بالنسبه للاعبين ما نلقاهمش في المنتخب باغ اكزومبل تو تروزيام اني تروزيام نحن في 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 الشامبيون وما عندناش دي جوار مشيو لليك ناسيونال مشى حموده في بالنا مشى حموده الشناوي اللي معاهم يعني في الستاج وفي نعرفش اسكو كمل معاهم ولا ما كملش مشى معاهم هذه من اهم مش نقولوا مشاكل من اهم سوء تفاهم بين الصعيديه والجامعه انت تعرف الصعيديه كجمعيه تدافع على الولاد وتحارب عليهم وماذا بينا ولادنا كوب ليكيب ناسيونال وهذا باهي لولادنا وباهي للجمعيه معناتها تلعب كيما ناسيونال تعدي سيف كامل كيما ناسيونال باش تحسن في النيفو مشى حموده الى في دو ستاج مع بعض ما وفقش الحظ باش يكمل الى في ان شوا بينو واحد اخر الشوا ابارامون صار على خاطر جور اللي خليه بس حمود كان يكون في العمر اقل منه دونك هما اي زون فو سي لو شوا معناها اللي الاخر عنده ان ريد دو بروبليسيون اخي حموده خاطره اصغر ما نحن ما نكذبش عليك مانيش مقتنعين بالشوا حموده الى في دينار بروغري في المده الاخرى انا حتى بابا باش يعمل وورد ليك لعب كوب دي موند مي نحن الاستراتيجي نتاعنا اللي عندنا بيت صغار المستقبل تاع الصعيديه المستقبل تاع البلاد فما اربع خسان كات سان كلمه مستقبل البلاد وكسياسه جمعيه نحارب الولاد من اخر دقيقه نضربوا على الولاد من اخر دقيقه واللي يستحق وما يعيطولوش مانيش فوق نحن كجمعيه يساعدنا باش ولدنا فيو بنسيونال فخره لولادنا وفخره للجمعيه بيدا معنا بيان سور قدش من جوار في الاصغر مشاو في الصغار عندنا سته ثلاثة سبعة ثلاثة بنات أربعة بنات وثلاثة أولاد في المنتخب أوسط هما أداني التحقوا بالأوسط وأربع بنات أداني التحقوا بالكبريات بالصغريات السنة نحاولوا إن شاء الله نحاولوا باش نخدموا على نكبروا في العدد اللاعبات واللاعبين اللي باش يلتحقوا بالمنتخبات تاع الشغل ويلعبوا لونترون ولا يحضروا في الليست يلعبوا كومبيتيتيف في الانترناسيونال المنتخبات نتاع الصغار بالبروجي منتخبات نتاع صغار يلموا لك في كل صنف يلموا 40 50 لاعب وبعد يوصفي يوصفي انا الحمد لله بعثنا سبعه اختاروا سبعه قعدونا اربعه هذايا اربعه على سبعه قعدونا في المنتخبات الاخرانيين نساء السنه ان شاء الله نكملوا نحاولوا ان شاء الله نشوفوا لبنان سينيور خاطر توا لبنان سينيور حسب يقولوا انه لبنان سينيور باش يطلعوا مع الجينيراسيون هذيا باش تطلع يعني نشوفوا بعد اربع سنين هكاك باش نشوفوا لا لا قال هو البنات فيهم مينيم كادير موان 23 وسينيور
نحن تو بنقرا باريتي عندنا بنجامان ايكول مينيم اكاديت ان شاء الله كسهره بعام الجاي نعمل سيكسيون مور دو دروا العام اللي بعده دون دون زان او دو زون مجموع السينيور علاش؟ وعلاش بحاول باش تعمل كيب سينيور ياسين وانت عندك خمسه بلاد وباش تجيب ثلاثه اربعه بلاد باش تقعد عام كامل تلينا بسته وسبعه تغيب لك وحده تضرب لك وحده ما تلقاش روحك شنو زي كيب سينيور ما ادراك نمو فيها مينيموم 14 طفله دونك احنا هنا بري ديسيزيون يعني النمبر في سيدي مسلم ما يكفيش النمبر قلت لك قعدوا من بنات شمايه بعد الحله قعدوا من الاخر سنه عاملين يمكن احنا خمسه بنات معاهم ثلاثه ثمانيه معناها هي ماجين يضرب لك واحده باش تريني سيكسيون كامل باش تصرف عليها بلي بلاش مونيتر مسؤوله مونيتر ما تسال ما كنا بري لو شوا باش نكون جينيراسيون اللي هي بقدر بيكون على يديها رجعات سيدي بنات ببناتنا معناها فهمتني نو في بالك اللي انت تو يعني اللي عملتوه عندنا وتو ولاد سيدي مسعيد ولا يحبوا ديما الصغار تاع سيدي مسعيد يهزوا خدمه الخدمه صعابتها خدمه صعابتها خاطر 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 مسؤوليه كبرت خاطر جيت اليوم هزيت ما راجي ما هزيتش علاش عملنا والهزوا سلي ما هزوش يعني فايق يعني انت اليوم كلاهي بلا صغر فايق فاهم بالمسؤوليه تو اللي معاه فايقين بها وحاسين بها وقاعدين تو نعاونوا في كيف كيف راه حتى في السينيور ربحتوا ربحنا عملنا سنه يعني جمعه البارح ربحنا الاسبيرونس السعيديه ربحت الاسبيرونس في زواوي توا السعيديه ما عنديش الحق تخسر كنت الاسبيرونس في السعيديه هوني ما عنديش السعيديه اللي باش يكون احنا توا المسؤولين اللي هي الصغار نعرفوا كنا لاعبين قدم ونعرفوا اش معناتها السينيور السينيور اللي ماج دو مارك تاع الجمعيه السينيور تطلع احنا نطلعوا معاه السينور ثابت احنا نعطوا معاه خاطر السينور هي باش تجيب المواد الماليه تاع الجمعيه واحنا توا حاليا الخدمه الغرام واحنا حاليا توا نشوف فيه في الصغار وفي الكبار مستوانا ومادياتنا نورمال تاع مرتين قد البيجي تاع نورمال احنا كانش عندنا بيجي مرتين قد اللي تونا عايشين به نحرقوا لك ترجي ونادي الصفاقسي ونجم الاهلي الساحلي بالامكانيات اللي عندنا بالمستوى تاع المسؤولين الموجودين بالجرين تاع المستوى تاع المسؤولين الموجودين فهمني بال بالبيبينيلي موجوده توا حاليا فهمني الحمد لله رجعت هي ما موجود لهنا من بلاد منظر هذايا نعمل ابيل ولا تسير سيد اللي يحب يجي يعاون مرحبا بالبطوله العربيه باش نقول لك نحن شنو صنعنا كالعادة انه تعطات للاهلي للاهلي المصري وبعد ذلك الاهلي اعتذر قال ما نجمش دونك وقال ديما تتعطى لمصر وبعد مصر تتعطى لتونس بصفة عامة وبعد ذلك قال كي جات باش تتعطى لتونس باش تتعطى للسعودية باش تنظمها وبعد ذلك الجامعة نتاع كرة الطائرة قال تاني نحب ننظمها يعني التخبيز هذا الكل مشيت باش تعطاها ومشيت 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 شنو هي الحكاية تاع كأس يعني البطولة العربية هي التنظيم كل شيء تعطاها Il y a une présentation de dossier où tout le blé présente le dossier de l'État et après il y a un dossier de l'État. Il y a un forum qui est le GMA, il doit faire un forum qui est le GMA. Le bouton arabe est le GMA. Le GMA est le bâton qui est le GMA. Normalement, بطولة العربية دي ناسيون دي كلوب دي كلوب دي ناسيون نورمالمون تاخذها الجامعة ودي كلوب نورمالمون تاخذها فريق الزوز تاخذهم الجامعة وراو في 80% من الحالات الجامعة هي اللي تاخذها وتسميها باسمها ما في في تونس بركه زادت العاده اللي هي الجامعه تعطيها للجمهوريه اللي هو في اللي يصير في العاده سولون اللي يقولوه المسؤولين عن الجامعه اللي هي تعطيها للجامعه هي سنة الجامعة كي كانت في مصر رئيس الجامعة الحالي وعد السعودية وعد رئيس النادي سامي بن صابر بنوف اللي كان جاي في البطولة العربية تونس باش تاخذها السعودية تبقى كي جاء افكتيفمون البطولة العربية تونس خذتها الجامعة وباش تنظم الجامعة باش تسير الجامعة علاش؟ لي زارغيمون تاع الجامعة هي جامعة مخلوقة مخلوقة في برشا فلوس وانت تعرف البطولة العربية فيها برشا فلوس قداش تدخل البطولة العربية إذا أنت عرفت كيفاش تسيرها وعرفت كيفاش تو ريبارتي لي شارج تاعك افيك دو فاسون افيسيونت دخلك مينيموم 350 مليون تنجم توصل حتى 500 مليون 600 مليون علاش خاطر كل جامعة تدفع على جوار عندها في المدة اللي يقعدوا فيها يعني كل جمعية عمرية تدفع 17000 دولار
20 000 dollars par jour. 20 000 dollars par jour, fois 20, 16 000 dollars. 16 000 dollars fois 20 équipes, ça fait 320 000 dollars. يعني الفريق اللي تجي للمباراة العربية لازم يلقى 16 مليون دولار. يقال في الأسطورس ماسك 40 مليون. يمشي البطولة العربية الأول والثاني والثالث ولا يختار واحد من النوع الثاني؟ هو في القانون الأول والثاني. باغ كونت كي تبدا البلاد المستضيف تنجم تجي تمايا أخرى. دونك السعودية باش تكون مستضيفة. السعودية السنة باش تكون مشاركة في البطولة العربية. في ديال الجامعة. الجامعة يعني ما نقولش تدفع حتى في الجامعة. قداش؟ باش تدفع 40 مليون. باش تشاركوا في البطولة العربية. شاركوا في البطولة العربية. باش تدفع 40 مليون شاركوا في البطولة العربية، شنو النتائج اللي باش تجيبها لكم؟ البطولة العربية. يعني سامحني باش نقول لك. فريق باش تحط 40 مليون علاش؟ صافي نقول لك. الجمعية فلوس. الجمعية فلوس. دابا البطولة العربية فخر. علاش؟ تاريخ الجمعية معناتها حتى في نسيب اسماء البطولة العربية هي حاجة الأولى. الحاجة الثانية تو فا أوني ليكيب فيرا نوتر ستاد فيرا نوتر نيفو. ما تعرف تشارك في البطولة الإقليمية والكأس العربية والإفريقية باش تنسى معايا لمرحلة أخرى. الجوارات تلموا جماعتين في نفس الوطية في نفس البلاصة تحفزهم في شارك باش يعملوا الإقليمية من قطر من الإمارات من السعودية من تمصادة باش تعدى حتى بالنيفو تاع الجوار تاعك باش يتعدى حاجة أخرى. حاجه ثالثه باش تشاركوا البطوله العربيه مانيش نحن تعديل كون نشرب 40 مليون. انت مشارك البطوله العربيه فيها 20 جمعيه فيها 12 بلاد فيها تلابس العالم كله تصور فيك ما تجمش تتم خدمه السبونسر. قدر الاداء باش تدبروا السبونسرين اللي خاولنا هما باش توفروا 20 مليون 25 مليون حاسين ولا حاجه 70% اكزاكتومون باش الناس مشاركه ما نجمش نقولوا جيب خليها 40 مليون حاضرين عملت جي سبونسوري بور لا بروميير فوا في تاريخ سعودي ان سبيسيال دو سبونسوري بروفيسيونيل مخدوم اترافير دو بواد دو كوميونيكاسيون حضرنا حاجه باهيه واستراتيجي باهيه باش نحاولوا نقدروا في البدايه ندخلوا مهمه الجمعيه. شنو باش تزيد تاخذ بالعربية؟ والله يمكن الناس الفكري باش نرجعوا جيبوا علاش؟ خاطر ما نعرفوش شحال من فرق باش تشارك سيرمون باش يكون نيفو عالي برشا وديسيدا خطره بكرش بلاي اوف نزيدو راكم جمعية، مش من دابا شغلك شنو الزوار، مي لوجيكتيف باش ننور الجيرة، باش نشرف الجيرة، وباش نشرف البلاد، معناها ماناش ماشيين للمشاركة. صارت السنة باش تستضيف قبل المباراة ما تعرفوش. بور لو مومون، بور لو مومون، 70% باش تكون في سوسة، 30% في تونس. علاش؟ خاطر سوسة، سولو لا فيدراسيون، لي كو أرخص. معناها باش تاخذ البي في سوسة 50% من السوق تاع تونس. خاطرني بليش يعني مينيموم على 3 4 دولار. السوسة أرخص والسوسة ليس ديسبونيبل. فما ألتيرناتيف اللي بتصير كونفونسيون مع كلين معروف برشا في تونس. كان تفاهموا معاه تجي تونس. مي بور لو مومون بالنسبة ل 70% باش تكون في سوسة. ما بين سعد سوسة وحامد سوسة ولا مساك. كان جات في تونس سأصرع ما بين سيدي بوسعيد وسعد الأخر. مي كان جات تونس فوق سيدي بوسعيد. فريق سيدي بوسعيد مش فريق السعودية. قبل مرة السعودية يعني السعودية جديدة ولا كنتي مرة شفت في الدور حتى ما شاركنا في تروا كوب دافري هزينا واحده هزينا زوج لكلوب فانكور دي كوب واحده في تونس في ليبيا واحده في باريس في تاني شاركنا في التصويت في سيدي بوسعي في زوار شاركنا في سفير في سفير شاركنا في المونز شاركنا اربع خمسة برا في الافريق لكن زاد الجو الافريكان نعم الجهه في كل نعم ثم البطوله العربيه اول مره في تاريخ نادي الميكروس هو سعيد وسعيد ولا سعيد الرياضي اول مره في تاريخ بس كمان انا ما نتكلم قدام ولا عشان كل الناس تتكلم قدام سؤال خفيف سؤال خفيف وسؤال نجم نقسمه لكم انت قلت مازال بك على سوجيتيف او لكن نسالك شو سوجيتيف قبل سنين على الاقل شنو عطينا الحاجه البوسيبل تنجم تصير اليوم تصير في الذكاء العام تاع الجمعيه الجديده ملي جات في الوسط اللي نعم انه السعوديه تلعب اليوم تلعب اربع نهار تلعب على فكره مش كل شيء نفس مي او موا اون سوا بارمي لي كات بريمي هذا هو جوكي باغ كونتر عندنا وصال اون سيربريز اون تري بيل سيزون كمل الفلسطين قبل ما يدير الاسبيرتي
L'étoile, l'espérance, Aïdaï, etc. On était à un mois de finale contre Tunisie, 3-2, match en équipe de Sibus avec l'espérance, Farah, on a 10 secondes de finale. L'objectif, là, c'était de nous pouvoir faire chose qui a même. Mais l'objectif à long terme, il y a au sein de 2-3 ans, ça a été préparé par titre de finale, titre de ولا سينيور سينا عشي سنة ثلاث عشي سنة باش نبيو بيرو جمالك علي باش خاطر تقولي في توصل مع شخص جوالات جوالات اللي توا قنيرة لا بلوكا فقط في سنة دونك نحن ناخذ كيما نقولوا اونتر بارونتيز المامو نتاع سينا عشي ثلاث عشي سنة باش تيسي تروا كاترا نديرو مع بعضي باش معناها مش كيما تجي على جمعية فيها خمس جوالات باش تشري تسعة ايماجين مش شوية مش كيما تجي جمعية عندها 12 يسوفي باش تزيد دو بوست كليت وتروا بعضي قدر إليه بالإفكتيف نتاع السنة إن شاء الله عم نزيد البيت أبدي في البروجي سيزون رانا نشوفون أن بوست ولا أدو بوست كلي من جميع الأربعة ديتي بالنسبة للاشتراكات قلتوا اشتراكات عم نطلع على قديش على 150 دينار في الاشتراك عملية ولا عملية اشتراكات على 150 دينار مش اشتراكات سي دو كارت دو سوتيان معناها مش اشتراك للناس الكل معناها الناس الكل مش يمكنها باش تحط 150 دينار عملوا كيما تجربة وكان كيما تجربة مشكلة بعنا بريسك 100 دكار أثناء بريسك 190 أنا ما عنديش شي تريزاك نشوف مع 100 مال 12 مليون 13 مليون 15 مليون جمعية حاجة كبيرة ياسر صناعة ولا تجربة عملنا دكار دو سوتيان ب 100 دينار باش الناس اللي دخلت على 150 تاعهم 100 دينار مازلنا في ديسكو ميكرو ايام خاطر مازال كي بلاد مي اون اسبير شاء الله تشوفوا بيعوا 120 كارت 150 كارت نعاودوا نقولوا بيعوا بنات يا ربي ما عندوش باش يعاودوا بنات يدز على روحه شويه ويخلق كارت بصوت يعني. يا كي نقول احمد ايوا يا كي نقول احمد في السؤال نسال روح السؤال اي من الموضة المالية كان قالوا بالموضة المالية والثانية وبالبيرو الوحيد وكان بيرو انتقائي كما نقولوا الناس كيف يقولوا لهم شنو الناس السعودية كانت غير شنو السطور تاع حاجات تخلي الناس تقول والله الإدارة ضعفت شنو الحاجات اليوم السطور في الفترة اللي خلقت السعودية ما بين الثورة وهي كما تقول لك رجال الموضة اللي هي عندها جماعة بليزو تابعين بليزو دو بليزو ها صحيح او بليس هذا الكل لو بيقي لو معاهم دماغهم قادم بالسعودية نقدينا صحيح انا جيت قامت الاداره هذيا مش في اول مسار خاطر اول مسار كنت ظروف خاصه ظروف خاصه يعني اليوم كنت نشوفوا نحكيوا على السعوديه تسيبوا صحيح نقولوا في كل برافو يعني كي نحكيوا على السعوديه بصفه عامه نقولوا وكنت تحكي لي هزينا كاس افريقيه وهزينا كاس شنو اليوم الحاجه سبيسيال يعني طبعا باش الواحد ياخذ حقه لو كان جميل ماهوش كبير نيجيريا هو راهو ولاد سيبو سعيد راهو سيدو في شريف الله يرحمه خليل شريف يا شريف سلومة ميد وناس خدمت راهو في البلد بها راهو جمعية عملت بروغريسيون باهي دن ديفيزيون 2 ترا ديفيزيون 1 ترا ديفيزيون 1 من العام الاول نعمل كي واحد بارتي مع الثاني نلعبو في اللي تبدل ساعة جمعية خدت كاتيجوري معينة ما عادش تقدر تشرب بعض كي الجمعية تلعب كي نعمل كي وجمعية مينيموم كلاس الرابع ومينيموم 2 ميتر كوب وجوار تعرف في ستارتيك تعرف اللي ما عندوش الحق في اقل من هذا كان وصلت عملت اقل من هذا في عام الاول حماس قلت جوارين واداره تبع لي الناس كل تعرف استراتيجي حاجه باهيه في الجمعيه اللي الناس اللي حدث في الجنه باهيه حاجه جدا باهيه تفرج فيه ولا تبدا تفرج فيه الناس كل حاجه باهيه الناس عليه ولا الاقل الاقل كما قلت في الشيء نتاع السنين اقل من الترازيل نتاع في الدومي في النهار راهو انا مانيش في المستوى اللي حاسس به واضح فهمتني؟ معناها لوبجيكتيف تاع الجمعية أهم حاجة تو شغل وقت يتبدل. اللي جمعية تعدات من ستاتيو تفادي النزول عام إلى ستاتيو بلاي أوف. نكونوا في الأربعة الأولاني. هذايا حق معناها واجب. حاجة أخرى تبدلت. يعني فما موارد ولا تدخل الجمعية. من اللي جاب لي هذايا أقل عام فما 100 مليون
كما قلت كبيره سي فونسيون سبونسوريه هذا يعني حال ما كانش موجود يمكن ظروف البلد كانت صعيبه يمكن ما كانش فما خدمه كبيره ياسر تجيب لنا فلوس مي اللي تبدل اللي من 2014 جوسكا 2017-2018 فما ناس قاعده تخدم وتجيب الفلوس كما قلت قبل كان 100% باش نقولش 100% قلت 90% بالنسبه للبلدية 10% تجيب فيهم الجمال توا المعادله تبدل 60% بلدية مينيموم 40% خدمة تعبير وخدمة على سيك الفلوس مرقيل اللي تعرف ظروف صعيبة ومش حد يعرف بين قرن الحكاوة الصعيدية بقبل صعيدية 2010 لازم بطول تونس البيجي نتاعها في 2010 في الدرج الليطوال بيجي ب 650 مليون صعيدية بيجي نتاعها مليارونية صعيدية اليوم بيجي نتاعها 250 مليون ماكسيموم 300 مليون كيما قلت لك كمان الجمعيات بيجي نتاعها مليارات لوبجيكتيف اللي هو دون 2 3 ans ما نقولكش راني نلعب على تيتر مي اون موان اون فيز لا فينال مي اون فيز لو تيتر ورانا بين نقولوا لوبجيكتيف قلت لك عام داول جينا قلت عندي بين خمس جولات عندي بين ثمانيه سنين على 12 جولات عام جاي كيف نمشي عندنا 12 لاعب مركز صعيدي وانا سافر ايتيت اون كيستيون دو 2 3 جور ان او 2 جور وانا هي السنه كان جا عندنا امكانيات كان جيب اترونجي انا باش نطلقوا برشا جماهير خليهم احنا ذي يكون عام الجاي اترونجي عندنا حق مش كيما فساد كبيرة على الأقل إذا شفت 150 مليون ونحن استعملنا ذلك دونك سيء ورخينا لو كيت مولين سنة خلينا ثلاثة شهورات ملكنا سيء بصحيح كون طريقة على ثلاثة وربع سنين دونك بفضل ربي على بركي بلا عم الجيب شي نزيدو بالسعر أنا قلق ما عم الجيب شي نزيدو قلق وكتر عندي ما فزيدو قلق وكتر علاش دينا بربع شهورات ملكنا سنة ستة تسعة سنة عام 12 أنا عم جيك يرجع لكيك سينيور سوا دي كيستيون دو أن بوست ولا دو بوست وكل عام خير سعيدية توا كان تزيد شويه في الفلوس والله العظيم ما نحاربوش ما يدخل شو تقول مساج المثلي انت؟ لا ساعات انت تعرف ساعات مش مخرج في السنين انا ماهوش السنه ما نقدرش السنه يعني لا توصل صحيح شو توصل لولاد البيت كحضور معنى مش لاعبين تجي تشجع شو توصل لولاد البيت كحضور بيت خاب توا تحب ولا تبدا اللي يحب سيدي المسعيد واللي يرد سيدي المسعيد انه مش عارف السعيديه واجب للي يحبها للي ولدها للي غير عليها مانيش نحكي واجب لاي واحد انا هذاك اللي يحب السيدي وسيدي يحب السعديه باش تعمل السعديه هو واجب من حقه هو كان اطار اطار البوكس بارتي نتاع الفلوس اللي يحكيها شنو تقول لولاد البلاد ما حبيت نجم ولا حبيت نجم نذكر ولا سيدي نخلي على شيء شنو تقول بصفه وباختصار كيما قال سيناو في القبيل الجمعيه مفتوحه قدام الناس كلها واللي يحب يجي عارض محظوظ بوقف بفلوس ولا حتى بكلمة طيبة ولا حتى بالنقد يجي مش عارف حاجة يجي هذه مش عارف مني وهذه يحب صراحة وهذه يحب ناخذها أنا وراكم قاعدين ما دو أن ما تحبش الناس كلهم جمعية باش تحكم البيرو حكم الأسامي بالصاب ولا خليه لا سيناوف ولا عرض منه جمعية ملك الجهة والجمعية اللي ما لعبش فيها هو ما لعب فيها أخوه اللي ما لعبش فيها أخوه لعب فيها أبوه لو كان مش واحد من سيدي بسعيد ما عندوش حد من العائلة ولا هو ما لعبش الصيد شو نقول للولاد؟ نقعدوا اللي نحاول نقول كل عام خير مخوف وانا نعرف الجمهور اللي يجي كان بنتائج معناها الجمعية باش تلعب لك حتى ما نقصد شوية سيد سيد أحمد أنا في الأخبار قبل قبل تفرجوا أنك نعرف تلعب السعادات نشوفوا قد ضربوا في جامعة الأوفار نشوفوا قد ضربوا في جامعة الأوفار لكن أي بلد فينا ليش؟ أي بلد نحن نحن نوع الولاد سيد اللي إن شاء الله نحاولوا من عام لعام نحسنوا النتائج ونحاولوا نزيد يكون النومبر تاع ولاد السينيور لو ماكسيموم مرات في ولاد الجمعيه علاش؟ هم حاسين يجيبوا جمهور يا جمعيه كلها ولاد البلاد ولاد المنطقه ما نحبش ندخل في اللغه هذه ولاد المنطقه كيما عام 90 و 89 و 91 الجمعيه اللي قاعد فينا الليل براتيكمون 70% 80% ولاد السيد 90 و 2010 والفينال جمعيه تسمى في الدروات نحن نحاول نطلب من هذا النصوص انه تكون جمعيه تلعب على الدروات وتكون جمعيه فيها النومبر لو ماكسيموم من ولاد النادي وانا من رايي هذيك رجع شغل وش نطلبوا من ولاد المنطقه؟ اللي هما اللي يحب يجي يعاون يجي يعاون واللي عنده باش يعاون يعاون واللي عنده حتى ما عندوش امكانيات يعاونهم بالوقت يلعب صغير رحنا كي تبع لها صغير كيف تعمل؟ علاش هذا صغير يجيب صغير ولد حومه يلقى ولد حومه يلقى ولد صعيبيه راه باش يجي معاه ولد وهذيك على سدو انا حسب رايي ماشي في الناس هاي ان شاء الله ما يخرجوا ان شاء الله نكملوا ان شاء الله ما يخرجوا جماعه ميساج مغربي من البلاد هي جمعية ديالها ما يهمش. وأنا كنت نقول توا المرأة اللي معاك الناوزة، شو
فورمال ثلاث مرحلة باش تخلي الجو الشفافية. اليوم ما فيها حياة اليوم ما نشوف السعودية. بالرغم فما شفافية وعارفين توا نحكي لك باريزومبل على الفلوس وقداش تعطي للبلدية لكن باقي كنزلوا شوية في الشفافية باش العباد تولي تعرف تقول باريزومبل هاو قداش ينقص السعودية هاو قداش عملت السعودية هاو قداش ما فيها باس كي تصير جلسة يعني باش تولي فيها الميزانية تاع السعودية عارف نزيدوا فيها تفصلوا أكثر من العباد من ولاد البلاد ونحن كان جزء بسيط كما حاجة فيها مصلحة سيدي بوزيد فما شكون موجود لو في القديم ولا في الضيف في تلقائي في القديم في القديم عشان شو ليش كنت مش بعيد عشان على الجامعة تعرف كل شيء تعرف كل تعرف ظروف تعرف كل نحن كيف ما قلت لك بيرد قلت نفسي تعرف كي واحد من برا يشوف النادي بتاعنا كيفاش قاعد يخدم وشنو قاعد نعمل ما يصدقش اللي هذاك البيجي بتاعنا اصلا معناتها نخدموا على اقوى من الطاقه بتاع البيجي بتاعنا هذاك بلا شيء زايد من جاي شيء ولاد الجمعية القدم وانا حاجة الشفافية هاكو قدامكم احنا تو مؤثرين تو اللي معنا في الصغار الكل كل واحد يجي يعمل سوجيستيون ويدخل ويدخل الجروب ويخدم توا في الصغار عندنا 11 مسؤول 11 مؤثر وصلنا في السعودية توا صغار كل كاتيجوري فيها زوز ممرن ممرن مساعد وزوز مسؤولين معناتها في التأثير ما عندنا حتى مشكل ومشكلتنا توا هي كما ما حكينا وبيليك على في الترويات والواحد في الصغار راهو ما نجموش نعمل احنا 50% رياضة و 50% تركة خاطر في كاتيجوري عندي تبدا عندي 15 لاعب كي نوصل 15 لاعب يوصل لي اواسط من الاواسط نديك لي زوز اكابر في الموسم نجاح عندي انا نسمى كتكوين نجاح عندنا كتكوين والحمد لله واحنا نخدموا على مشروع ومشروعنا ما يقلش على 4 سنين واضح نوفل نشكر تحمل نشكر نوفل على الانترفيو هذايا ان شاء الله نعاودوا نزوركم في ساعه سعيده ان شاء الله نعاودوا نجيوكم بعد ما ننزلكم الدراب ان شاء الله ميرسي بوكو ان شاء الله نتقابلوا احمد ونوفل خير في الكتاب نبدا بالاخر توا ما عادش فيها السنين توا ندور سي نوفل نبدا بالكتاب يا سؤال حكي لك شنو طوح الصغار شنو طوح دلوقتي الصغار طولي دي نفس الصغار سامة طولي دي وانو الناسي وسيد الكل ينتجري ولادهم للسعادة يحاولوا غرشوا وغرشوا ولادهم للسعادة وينتجري هما كمسؤولين نداء للاعبين نقدموا للسعادة يدخل الناس كمسؤولين يخدم كمسؤولين سيتذكر فارس يعني من بعد ذلك سيد أحمد سيد المهندين أول حاجة نشكر نادي سيد السعيد على وجود بعض الحافة السعيدية وبكل مهم البلاد وأنا سيد بيزيد نعبركم في مشاكل أولاد البلاد في تغطروا في تحطوا نشاطات كل شروكم وفون ترافاي عليكم ولاد الحومه الكل صغار تجارب بحق سافر بليزير على الاخر دونك ميرسي اللي جيتوا ما يسالكم الفرصه باش نتكلموا نحب نشكر نبدا بالشكر للولاد اللي شادين سعيدة الدور هذا المديرة كما الناس ما عادش تعرفوش اكبر واحد في هذا المديرة تاع سعيدة 45 سنة وانا اصغرهم انا نسوم تجارب نعملوا اللي نعملوا نحاولوا نستاهلوا بس عم نخطوا بس عم نسيبوا ما ان شاء الله ما وصلناش ولا بنوفوا نشكر مناف خليل الشريف مرهم زياني مرهم بشعبان هيدي سفر بصفة خاصة حق هيدي سفر تاعها مع السينيور يمشي كل يوم خلي عليكم خلي بدخلكم بأسعار نشكر الجميع الكل نشكر بصفة خاصة راهو عميل تاني تاع سيتاكي اللي بدينا نخدم فما سفر مسؤولين عشان سينيور مسؤول جهة علاش؟ ما تشوي في بار الناس تبع جمهور لي جون قيت توا انا ادوز تصور كل سيكسيون عندها واحد بس عندها زوج الناس تصرف الناس تتعب الناس تجي كل يوم يزور في الماو نوفل كريم الشيخ يضاع
حيد القروي ضربي كنسه خالد رشيد ونسكو غير برشا ناس اللي قاعد تعاون والله العظيم الحمد تيقنا نحط الناس كل تعرفوه قاعد يعطي سعيده يجيب في المية يعطي في الفلوس يجيب فاضل شعايب بصفة خاصة سيد أحمد بناني سيد هادي زغلامي هذوما ناس ولاد المنطقة سي محمد علي شرشوف والله ناس ولاد المنطقة قاعدين يعاونوا بلي نجم ونيدي نعاودوها كل سي سليم كيلاني سي بلي سيد أكيد كيلاني نيدي ونعاودوها كل أن ينفوا الرجال عملوا في البلاد المنطقة راهو السعيدية مستحقة راهو يتاك نهار نحبو راهو صعيدية ترجع كيما قبل كيما تحب الناس الكل تلعب في تيترويد وتسفي تيترويد وتجيب في الجمهور راهو يمكن بارتي كبيرة من غير مالي دونك نداء جمعية تاعكم جمعية مفتوحة للناس الكل ونهنيكم راهي أمانة في ربنا ورانا نحبوها ورانا كي تبدا في وضع مش خايب رانا منقدوش منين دونك أي كونفونس رانا ولاد البلاد ولاد صعيدية ونغيرو عليها وشكر خاص زادا للناس اللي عطات برشا فلوس بما فيهم بنوف وخالي شريف وبصفة خاصة باجي لافرافي واللي الحقيقة وكذب على ربي حرام قاعد يعاون قاعد يدز معانا في الجمعة كل واحد يستحق وإن شاء الله سعيدة يا من حسن اللي حسن وإن شاء الله مستقبل خير ونعدوكم لمستقبل خير في كسوة في الأجيال ولا في السنيور وفي البوكس في الجيمناستيك في السنيور في رفع الأثقال الجمعية كل عام تسفي 5-6 مليون في رفع الأثقال مناش ناسينا وذوق ولادنا وقد ربي جاي للمنطقه وللسعيديه والمستقبل. مشكور احمد مشكور مغفر نحن من ناحيتنا نحن راهو الانترفيو هذايا ولا اي حاجه نعملها بصوت سيد راهو ماهيش مزيه راهي واجب واي حاجه تكون في مصلحه سي بوسي راهي واجب في مصلحه سي بوسي مش في مصلحه اشخاص معينه ولا اشخاص راهو نحب حتى نقول كلمه من هون راهو نحن راديو نحبوا نخدموا سيدي بوسيد بس وقت اللي نشوفوا فما مصالح تاع عباد على شهر عباد باش تتعمل رانا ما ندخلوش فيها خاطر برشا من الناس يقول لنا فما مشاكل ما نكونش نحكيو عليهم وفما مشاكل ما نكونش قاعدين مسايبين ونطولوا كذا في الحكايات الفارغه برشا حكايات فارغه تطلع عندهم هما فارغه لكن عندنا نحن حاجه كبيره اللي هي سيدي بوسيد نشكرك مره اخرى ان شاء الله سمعت فماني نسيت ونقدم في المدير الفني المستشار الفني سي نصف عمار اللي من اللي يعمل فينا مدير مستشار فني بينيفول مدير فني بينيفول ويعمل فينا مزيد يعطي فينا في الماديه ومرضين تاع الشباب ان شاء الله ان شاء الله الناس الكل تكمل تعاونز السيدية وان شاء الله يا ربي اللي ما يعاونش واللي يعاون ان شاء الله وان شاء الله حتى اليوم عزوز ولا ان شاء الله ان شاء الله نكملوا في النتائج الايجابيه ان شاء الله نقولوا ذبحنا الماتش ذبحنا المرسى 3-0 في السعيديه والمرسى 3-1 ضد الترجي في الزوري ومع السبت ماتش تريز امبورتون تري ديسيزيف نهار السبت الجاي عندنا قريب يا سيدي مسعود ليجا في سيدي مسعود حضور جمهور دخول مجاني سوي بريزون كاو ميرسي بوكو يعيشكم ان شاء الله مره اخرى